اخبار اليوم. انا كان لي الحظ ان انا قدمت للماما من 3 سنين، والنهارده انا جاي ضيف احضر الماما، وحريص دايما ان انا اكون موجود في الايفنت ده، الماما وحفلات دير جست ان جنرال. يعني تكريم النهارده لنجوم الفن في العالم العربي في مصر حاجه تشرف المصريين وتشرف العالم العربي كله، ومصر طول عمرها رائده في الفن وفي المزيكا، ونتمنى ان احنا نفضل دايما كده. طبعا وجود فنانين من كل مكان في العالم العربي دي حاجه بتشرفنا وبنسعد بيهم وبننبسط كمان لما بنشوفهم بيكسبوا وبينجحوا. انا ونجوم هواك برنامج الوحيد اللي مستمر من الفتره اللي فاتت دي لمده 15 سنه، واخد مركز الاول على مستوى البرامج الاذاعيه كلها بقاله 15 سنه، ويمكن هو ده سبب وجودي اساسا. يعني واللي عمل انا ونجوم وهواك مستمعين، انا ونجوم وهواك مش انا، محبتهم ومحبه الناس هي اللي عملت البرنامج ما حصلش فيه اي تغيير على مدار 15 سنه، مش هيحصل فيه اي تغيير، نفس الفورمات بتاعته هي. ابطال البرنامج هم المستمعين مش اكتر. اتمنى بس ان هم ما يزهقوش مني وما يقولوش الراجل ده عجز بقى خلاص مش هنحكي له تاني. الاعلام اصبح في مشاكل كتير جدا، مشاكل في الاداء الاعلامي، وفي مشاكل في توجهات الاعلاميين نفسهم، في تخبط، حاله تخبط. واعتقد المرحله اللي جايه لو ما حصلش فيه فلتريشن والدنيا اتظبطت شويه عن كده هتكون في ازمه كبيره. فانا اتمنى ان الدنيا يا يحصل فلتريشن يا الاعلاميين يصححوا مساراتهم. خليك صادق مع الناس علشان تصدق نفسك، ولما تصدق نفسك هم هيصدقوك، انما هتكذب على الناس محدش هيصدقك. فكون نفسك وخليك صادق مع الناس، دي اهم حاجه. مين عاوز اتكلم محبيك في لبنان او تقول لهم ايه الفتره الجايه؟ ولو في حاجه جديده ممكن تحضرها، ليه ما فكرتش في التمثيل بشكل كبير اكتر زي النجوم؟ والله ما تعرضش عليا، يعني اخر مسلسل كنت عملته مع النجمه الكبيره الفنانه ليلى علوي كان قبل الثوره، بعد الثوره حصلت لخبطه واتعرض عليا كذا حاجه بس ما كانتش مناسبه بالنسبه لي فانا رفضتها. مش علشان ماديا ولا حاجه، لا علشان نفس الحدوته، يعني مش هعمل حاجه يبقى ما عملتش حاجه، هي الحدوته مش ظهور بس على الشاشه. فانا نفسي العب دور صعيدي وشرير، عارف الصعيدي الشرير؟ انا راجل صعيدي وعايز العب صعيدي شرير.